سلمت قلبي يا ربي لتغسله، رفعته لك من خوفي فأنت له. تعبت مني فكم أسرفت أتعبه، وعدت نحوك منهوكا لتحمله. الذنب يثقله والعشق يحرقه، فأين أمضي وحولي الوزر والوله؟ يا ربي خذوا إلي الآن، إن به شوقا يرتل في حزن انتبهت له. فكل نبضة حب في ناظرة إليك ترجوك في شوق لتقبله. رفعته لك قلبا ملؤه أمل، يهفو لترضي أشواقي وتنزله. بحثت في ليل قلبي عن سناء هدى، فلم أجد غير بدر ظل منزله. ورحت مستقبسا نور السماء سنا، حتى أوزعه شمعا وأشعله. يا ربي تعلم ما قلبي وخفقته، فإن غفرت فما أحلى وأجمله. برافو عليك، برافو عليك، برافو عليك. اسمك من وين انت؟ انا اسمي جهاد علي الحويتي، عمري 10 سنوات وجيت من اليمن. صوتك جميل ومميز ومختلف، وانا حبيت قوي وانت بتغني في القرار قد ايه صوتك كبير ومليان وراكز وماسك نفسك. شرفتوني والله. برافو عليك، برافو عليك، برافو عليك، برافو برافو برافو. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو الجميل الذي قدمه أخي المبدع المتألق جهاد الحويتي. حبيت أقول لكم إن هذا الفيديو لم يحدث بالواقع، وإنما تم تعديله بواسطة المونتاج، والهدف منه إيصال الرسالة إلى أكثر عدد من الناس، وكثير منكم يعرف ذلك. فأتمنى من ربي إن رسالتنا قد وصلت إليكم إن شاء الله بإذن الله، وأتمنى منكم مشاركة الحلقة للجميع لكي يشاهدوها ويستفيدوا مثل ما انتم استفدتم. حبايب القلب الروح، لا تحرمونا من زر الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات وزر اللايك. الى هون وما وش ما عملت زر اللايك، والله هذه حاجه كبيره، يعني اي لغه هذا والله ما اعلم، اي لهجه مدري. حبايب القلب الروح، لازم تضغط زر اللايك لان الفيديو يستحق. واكتب لنا تعليق، اكتب لنا رايك في التعليقات، المجال مفتوح، اكتب اي تعليق، اقرا جميع التعليقات على عيني وراسي. والتعليق الجميل سوف يحصل على القلب والاهتمام، بل تعليق سوف يحصل عليه إن شاء الله بإذن الله. حبايب القلب والروح، انتظرونا في الفيديو القادم. الفيديو القادم أسطوري وقوي، لأنه عن شاب سوري يبكي لجنة التحكيم، إذا قلنا شده ربما تشاهدون من هنا. وإلى اللقاء حبايب القلب والروح.